اصبح شراء الانسولين صعبا جدا هذه الايام بالنسبه لنا الخيار الاخر هو الذهاب الى شارع ناصر خسرو بحيث لا يمكنك الوثوق بهم هناك حقا وهو امر مخيف حقا لانه دواء حساس نوعا من التامين الاجتماعي تاییدي ميجر انك هلا بيريم اونجا بهمون بي دوره اصلي بدن يا تاريخ داشته بشه يا نا ودركو موذل له اه، وواقعا ازيهت أنت لا تعرف حقا ما إذا كانوا يبيعون لك أدوية حقيقية أم لا هل انتهت صلاحيتها أم لا وعموما هناك الكثير من الصعوبات ونحن محبطون حقا من هذا الموقف الذي نحن فيه داخله دوستانم استفاده خیلی هذا هو حال مرضى السكري في ايران الدواء مفقود وان وجد فلا ضمان على جودته وصلاحيته رئيس مؤسسة الأدوية والأغذية الإيرانية يشير إلى وجود عقبات في تأمينه بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، إلا أن رئيس لجنة اقتصاد الصحة في غرفة تجارة طهران يقول إن الأنسولين تم استيراده بمقدار ضعف ونصف حاجة البلاد، لكنه غير متوفر في الأسواق بسبب تهريبه إلى الخارج بأسعار منخفضة. تضارب في التصريحات والمرضى الإيرانيون الضحية. لسوء الحظ، يعد توفير الأنسولين في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية، ولا يمكنني شراء الأنسولين بسهولة، وقد حدث لي في كثير من الأحيان أنني لم يكن لدي الأنسولين لأحقنه، واضطررت للذهاب إلى المستشفى. بسبب ارتفاع نسبه السكر في الدم ونعم سعره زاد كثيرا مؤخرا اذهب الى الطبيب المختص واخذ الوصفه الطبيه الى الصيدليه ولكن بسبب نقص الانسولين لا يمكنني شراؤه وحتى اذا وجدت الانسولين فان التامين يغطي فقط خمسه انواع من الانسولين التي استخدمها یجب علي شراء الباقي من السوق السوداء و اگر هم انسولین پیدا کنم بیمه فقط 5 تا از انسولین های منو تایید میکنه ببین تحریم بهانه است چطور ما توی حوزه دیگه تحریم رو همیشه دور میزنیم العقوبات ليست سوى بعض الاعذار كيف نجد دائما طريقه للالتفاف على العقوبات في المجالات الاخرى وعندما يتعلق الامر بهذا المجال فان العقوبات تعرقل حقا ما عليك سوى إلقاء نظرة على قائمة الميزانية لعام 2021 ما مقدارها المخصص للأدوية؟ وأعتقد أننا جميعاً نعرف الإجابة، وهو المسؤول حقاً عن هذا الأمر إن بعض الأدوية مثل الأنسولين أصبحت نادرة مؤخراً. الأنسولين يتواجد في السوق السوداء ولكن يباع أكثر بثمانية أضعاف من سعره الرئيسي. والمشكله الاساسيه التي يشكو منها المرضى الايرانيون ان الانسولين الايراني والصيني يتم بيعه للمرضى 84 و الان حال حاضر واقعا نمیدونم ك ب لقد اصبت بمرض السكري منذ العام 2005 وفي ظل الظروف الحاليه لا اعرف حقا كيف من المفترض ان احصل على الانسولين مجانا نسخه پزشک و اینی که در روز باید چند واحد مصرف بکنم یه تاییدیه میزنه و بعد وقتی که شما به داروخانه مراجعه میکنین عندما تزور الصيدليه داخل الصيدليه يتحققون من ان لديك رقم على موقع مؤسسه الضمان الاجتماعي واذا كان لديهم الدواء فيمكنك الحصول على الانسولين وهذا يحدث مره واحده في كل ثلاث وصفات طبيه وفي افضل الاحوال مرتين ستحصل فيها على دوائك قيمته الان 5000 تومان اسف اسلامكم 6000 تومان انه 5000 تومان عذرا انها 6000 تومان والان يبيعون الانسولين الصيني كانسولين ايراني وهو ما لا يوصي به طبيب بشدة على الاقل حتى يحصلوا على موافقة رسمية من منظمة الغذاء والدواء الدولية جهانيون بصورة مقالة حتما دريافت كنن اون موقع ميتوني اصرف كنين اشياء الان دارن نفروشنو واقع لا يمكن أن يغير فيه الأطباء وأصحاب الصيدليات الإيرانيون فما باليد حيلة كما قال أحد الصحفيين لأخبار الآن والحل الوحيد أمامهم هي السوق السوداء حيث تتضاعف الأسعار وتقل بطبيعة الحال الجودة إن في السابق كانت شركات توزيع الادويه تقدم لنا الانسولين. مقابل شراء كميه معينه من الادويه يقدمون كميه من الانسولين. لقد كان جزءا من حصتنا. <applause> الان معظم شركات التوزيع سواء كانت طبيه او غير طبيه ليس لديها الانسولين. يمكننا فقط الحصول على القليل منه من الشركات التي تمتلكه وبسعر أعلى وعلينا أن نفعل ذلك لكن بشكل عام لا توجد شركة لديها الإنسولين في الوقت الحالي أو قد أقول إنهم لا يوزعونه ولكن در كل هيش كنا الشركات ندران على يعني أنك بهتر بغم حقش ندران ما راست شو بخواهد دي انغط سوال مكونات كي ما عادي شده هر كس مجد داريد يزار خيلي با نگاه درست نه بصراحة اعتدنا على ذلك إذا طلب أحدهم ذلك أم لا فإننا نجيب مباشرة ونقول لا ليس لدينا ذلك تسعون بالمائة من المرات يجيبون إذا ماذا علينا أن نفعل؟ ونرد على هؤلاء التسعين بالمائة أمل فقط ونحن حقا ليس لدينا أي شيء آخر لنقوله وفي كثير من الأحيان يعتقدون أن لدينا الإنسولين ولكن لا نريد بيعه ويقولون سنشتري حتى لو كان السعر أعلى أعني أنهم يحاولون العثور عليه بأي طريقة ممكنة

منذ حوالي اسبوعين او ثلاثة اسابيع اشتريت الواحده من عملائي وتتراوح الاسعار من 500 الف تومان الى 700 او 800 الف تومان ليس فيه اي مشاكل في الجوده يعني انه ليس مزيفا او اي شيء اخر ولكنه يحتوي على بعض شروط الحفظ التي يجب حفظها في الثلاجه على سبيل المثال لا اعتقد ان العقوبات تنطبق حقا على الامدادات الطبيه لانه في جميع انحاء العالم يعد الطب احد الامدادات الحيويه ولا اعتقد انهم فرضوا عقوبات على الادويه والان المستوردون القلائل الوحيدون للادويه هم الشركات الحكوميه تحریم بکنن دارو رو فقط الان هم چند تا شرکت که وارد کننده هستن و تو ایران شرکت دولتی هستن